السلام عليكم مشاهدين القناة، مرحبا بكم لفيديو جديد اليوم ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم واسمحوا لي على هذا الغبار، غير مع الوقت مريضة شي شوية. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كديرين مع شي برد مع شي شتيوة؟ اي والله يرحمنا، الحمد لله اللهم لك الحمد. مرحبا بكم لفيديو جديد اليوم ان شاء الله. كما قلت لكم فكرة جديدة، حاجة جديدة ان شاء الله، كنتمنى انكم تستفدوا معي دائما بأفكار جديدة وابتكارات بسيطة، ويمكن لنا نوجدهم هكايا في المنازل ديالنا. كما كتشوفوا معايا هذه حمالة المكياج وأدوات الأظافير والإكسسوارات، فكرة جاتني هكايا ما عمرني شدها وعجبتني وطبقتها. سهله بزاف وهكايا كان نصايبوها غير باشياء بسيطه كاينه في كل بيت. كنتمنى انكم تستفدوا معايا وتجربوها، هذه حاجه اللي زوينه بزاف وكتعطي واحد المنظر رائع، ديكور زوين وسهل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك وبالاشتراك باش تشجعوا القناة ان شاء الله تزيد لقدام. مرحبا بكم البنات اللي عاد انضموا ليها، كنقول لكم الف مرحبا. قناتكم ان شاء الله كنتمنى دائما تنال اعجابكم وتستفدوا منها وتاخذوا افكار بسيطة وجديدة. كنتمنى هذه الفكرة هذه تنال اعجابكم، وان شاء الله يكونوا افكار ان شاء الله جداد واشياء جديدة وسهلة. غنبدا على بركة الله، غنشارك معكم طريقة. خديت كما كتشوفوا معايا هاد العود اللي موجود عندي في الدار، واخا فيه شوية ديال الصبغة كما كتشوفوا معايا، ولكن ماشي مشكل غادي نستعملو. حيدت منو المسمارات اللي فيه وبلاصتهم غادي نخبيها هاد البلايص ديال المكياج اللي غادي نحط فيه. غادي نطرسيه هو الاول البليسات ديال المكياج اللي غادي نحط فيها بحال هادو كما كتشوفوا معايا. ودابا كما كتشوفوا معايا بعد ما طراسيت غادي نحفر هاد البلايص كلهم بالتونورفيس. كنحطها على هاد البلايص اللي طراسيت وكنضرب هكايا بالحشره، طريقه بسيطه بزاف، شويه بشويه حتى كنحفر ليهم كلهم.
كنحصل على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نحط كل حاجة في بلاصتها. هنايا حفرت هاد البليصة هادي بلاصة الخويتمات كما كتشوفوا معايا، وبليصة ديال أدوات الأظافر. وهنايا غادي نحفر بلاصة التويليج. هذه هي بلاصة الدبيليج كما كتشوفوا معايا، ولا شي سلسلة ولا شي حاجة هكا بينا نحطوها كما كتشوفوا معايا. وهنايا حفرت بلاصة ديال الأدوات ديال الأظافر. وهاد الزواقات البنات كنديرهم بهاد التنور في الصغور، كنحطها هكا وكنضربها بالحجر كتعطيني هاد الزواقات هادو زويونين كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي. غادي ندوزو دابا ان شاء الله نفيرنيو. بدات ناخذ هذا الفيرني هذا ديال الخشب، اللون ديالو زوين، كناخذ منه شويه باش غادي نخدم. كنديرو في هذه الزجاجه الصغيره اللي عندها هذه اللقطه، كنغطيه لان هذا النوع من هذا الفيرني دغيا كيضربوا البرد وكيخسر، داكشي علاش غادي ناخذ منه غير القياس باش غادي نخدم. وغادي نغطيه كما كتشوفوا معايا. هاد الطاسه هادي خديتها ب 40 درهم، وغادي نستعملها لبزاف ديال الاشياء. دابا غادي نبدا نفيرني هاد الخشبه. كناخذ هاد الشيته هادي ديال المطبخ، هي اللي موجوده عندي. الا عندكم ديال هاد الاشياء كتكون احسن. كناخذ شويه بشويه، كنفيرني شويه بشويه حتى كنحصل على اللون اللي بغيت. It's okay.
بعد ما كنكمل كنحطها هكايا في السطاح ولا شي مكان اللي غادي تنشف ليا فيه مزيان، كبحال هكا كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي، جات زويونة ما شاء الله، اللون رائع، اللون زوين. كيتواتر مع هادو ديال الكحول، حتى هما زويونين هاد اللوينات اللي فيهم. هذا هو الشكل النهائي ديال حمالة المكياج وأدوات أظافر والإكسسوارات كما كتشوفوا معايا، كتجي رائعة زوينة ما شاء الله، الشكل ديالها زوين ما شاء الله وسهلة هكايا، فكرة زوينة وسهلة بالنسبة لي عزيز عليه هكايا. هاد أفكار ديال أعمال يدوية هي فكرة زوينة وسهلة وما فيهاش شي حاجة اللي هي صعيبة ومكونات اللي موجود عندكم في الدار. كنتمنى البنات انكم استفدتوا معايا، وشكرا لكم على مشاهدتكم وعلى مشاركتكم في القناة، واللي مازال ما مشاركينش كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، كنتمنى تستفدوا منها دائما. وشكرا لكم على التعاليق الرائعة ديالكم باش كتفرحوني دائما. كنتمنى القناة ان شاء الله تكون عند حسن الظن ديالكم وتستفدوا منها دائما. الى عندكم افكار واقتراحات قولوا لي في التعاليق، مرحبا الف مرحبا. وشكرا لكم والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، افكار جديدة ان شاء الله، اشياء جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.